جمعة جديدة وحلقة جديدة في ملا شيف لو دويل كيما كل جمعة سنسناكم توا معانا دو كانديدا باش يحاولوا يحضروا ان منيو كومبلي متكون من انتري بلا وسيغ في اقل من ساعة. اليوم مانيش وحدي معايا شيف دالي. عسلامة شيف. صباح ما يسعدك. عسلامة. سيي الكرونو بدا. شنو حالك؟ شنو حالك؟ صباح لاباس انت؟ مقرونة ولا مش مقرونة؟ بيان سور. وانت شيف دالي دونك لازم مقرونة. لازم مقرونة. احنا مانيش باش نتدخلوا معاهم الا اذا لو كان نسمحوا البوزور. دونك هنايا لازمهم هما يحضروا الميزون بلاس كاملة على خاطر الشيف ما ينجم يعاونهم كان في دقيقة. وي. هكا هاو. دونك المنيو ساهل، في حد شيء. فوالا. عندهم مقيت يلزم يكملوه. وكان يستحقون غير ما ننسيو زادا شيف باش نحاسبوهم على البنة على الدريساج وعلى نظافة البلان ترافاي. خلينا نمشيو تويكا ساعة قبل كل شيء نشوفوا شنو محضرنا شيف دالي. فوالا. هاي شيف. عسلامة مين؟ عسلامة آمنة. آمنة. عسلامة علي. صافا؟ خليهم ساعة يعرفوا أنت شيف حكيت معاهم في الأوف هكا وتعرف أسامي ما خليني أنا نسألهم وخلينا يعرفوا برويحهم. قولي شنو اسمك شنو تعمل؟ آمنة عمري 24 سنة. جيت من جيبس من معتمدات المطويه. مغرومه بالكوجينه. سلموا علي تفرجوا فينا من جيبس المطويه الكل وفي السود الكل. دونك مغرومه بالكوجينه ولا قريت قرايه؟ وقريت قرايه زيد ماخذه دبلوم كوجين وباتشيري. جو شيف ملا يظهر لي زوز معناها باش نحاسبوك على البلا وعلى الديسير اليوم. دونك فوالا مرحبا بك بحنانه. وانت عاصمه عاليه؟ عاليه من الكيف. قريت عامين في حمامات باتيسري وتوا نكمل في الكويزين في قمرت. بارك الله. دونك زوز شيف كيعرفوا الكوجينه والباتيسري. انا تهنيت توا كنت هكا جعانه شويه ومتقلقه شويه توا تهنيت. البلا مضمون، لونتخي نتاعنا زاده مضمونه ويظهر لي زاده مضمون والديسير زاده مضمون. اجابه حذايا ملا عاليه هكا قلت لي. اجابه حذايا خلينا نشوفوا شنو محضرنا شيف في المنيو. Voilà, donc في لونتخي عندنا سلطة سهلة. دونك سلاد دو بيتراف فيتا اي روكيت. دونك لي زانغريديون كل موجودين، عندنا الروكيت وعندنا البيتراف، فروماج فيتا والمايس، طومات سوريز، البصل وعندنا شوية زادة كيف كيف بينيون باش تعملوا صوص فينيغيت، عندكم السيترون والفينيغر دو غرناد وعندكم الموتارت وعندكم ويل جديدة. وفي البلا برينسيبال عندنا تاكليتي البولي ارتيشو، المرة هذي باش تعملوها صوص روزي. دونك عندكم الفيلي دو بولي نتاع شهية وعندكم زادة كيف كيف التاكليتي نيميرو 2 نتاع ليبيدور وعندكم زادة كيف كيف الارتيشو وعندكم الويل دوليف وعندكم الكريم فريش نتاع ديليس وعندكم زادة كيف كيف الفروماج والطومات بولي بالثوم مفوحه ديجا دونك طومات نتاع سيكام. فوالا. وفي الديسير عندنا فيغين بانان كراميل بورسالي. دونك عندكم البسكوي سايدا كيف كيف، عندكم البنان وعندكم السكر والزبده والفروماج بلون بيان سور والسكر فاني. دونك هذوما لي زانغريديون كل باش تلقاهم على الطاوله كيف كيف. راهو عندكم وقت 45 مينوت هكا ميسه. ورانا تعرفوا قانون اللعبه اللي باش يربح الدريساج. اللي باش يربح راهو واحد بركه. دونك النوت فيها بيان سور لي جيان لي بلون دو ترافاي نتاعكم ديما يلزمهم نظاف والباقي كل شيء تعرفوه. فوالا كيف كيف شيف. دونك لنظافه البلان ترافاي عندكم ليلا لي ديتيرجون، عندنا الجافيل ليكيد فيسيل اللي تستحقوه الكل زاد كيف كيف لي سويتو. دونك سي دي برودوي توينسا موجودين جدد سور لو مارشي تونسي بمواصفات عالميه. كيف كيف عندنا شيف زاد الويل نتاع جديده دونك ويل فيجيتال اللي اخترت لهم لهنايا. عندنا لي برودوي الكل نتاع ديليس بلون دو بولي نتاع فيلي بلوتو دو بولي نتاع شهيه العظام زاد اوميغا
الكاتخوا نتاع شهيه ويظهر لي شيف انت كملت قلت على القضيه الكل جوست انا نقول لكم عندكم ريسلوبس دونك على ذمتكم عندكم اللي تستحقوه الكل من كوسوا شيف يظهر لي باش يستحقوا باش يرحيوا البسكوي ولا باش يرحيوا البسكوي يستحقوا الفوي زاده كيف كيف الكيك فوالا اكزاكتومون دونك عندكم ريسلوبس حطيت لكم الماتيريال الكل على ذمتكم وعندكم الكوجينه نتاع مالا شيف زاد تنجموا تاخذوا اللي تحبوا من الخضره ولا من الغله اوكي سي بون متفاهمين اسبري سبورتيف اوكي يلا شد بلاستك ملا عاليه شيف نعطيوهم التوب فوالا عندكم دي كيستيون ولا لا على خاطر من بعد السؤالات توليو بالبوزور سي بون من قليل البوزور دقيقه بركه راهو تستعملوها اوكي ملا شيف نعطيوهم التوب فيهم متمكنين وهكا مزروبين يحبوا يبداو دونك نبداو احنا 3 2 1 توب توب قريت منيو اليوم اول مره نطيب المكرونه بالارتيشو جاتني بزاخ شوي اول مره نعملها يلا البنات باش نبداو نبداو بالديسير اي باش نبداو بالديسير شيف هاي تجيب جبن امينه باش نبدا بالديسير عاليه باش تبدا المكرونه جبن 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 شبيك مشيت الفريجيدير نتاع بدينا بالفوسكا من توا يا عاليه رد بالك على دمشك وفريجيديرك والفرن نتاعك فما جبن فما كيفاش ما فماش وينو اه هو جبن شنو تحب؟ تعمل رد بالك يا عالية أمينة ظهر فيها عدت تليفة ها رد بالك طيب حاجة بركة تلقى فصعت لك بها دونك شنو حالينا لهنا هذايا شنو الفخوماج تختي فخيم تاع ديليس شنو باش تعمل بيه؟ لي فيغين نتاع البنان كراميل بورسالي هاي عطينا الغسيت مني انا هاكا نتعلم ونعاودها في الدار ومنهم اللي يتفرجوا فينا زاد كيف كيف ينجموا يطيبوا اون ميم طون حطينا جبن اي تختي فخي فورماج بلون اي نحطوا سكر غلاس باش نركضوهم مع بعض نركضوا مع بعض دونك بركاض نتاع روسيلوبس دونك باش تبدا عاليه باش نبدا بالصوص نتاع المكرونه وخليت فيلي بولي شهيه باش نبدا بيه ومن بعد نحط الارتيشو باه اوكي موافق شيف وي دونك كل كانديدات شيف بديت بحاجه فما امينه بدات بالديسير وعاليه بدات بالبلا نشوفوا كيفاش تحكموا في الوقت خاطر عندهم اقل من ساعه والوقت ديجا قاعد يجري وقت اللي قريت المنيو اللي لي زانغريديون مستانسه بيهم اي قول لنا عاليه شنو نعمل؟ نعمل في لي مانسي دو بولي قصيت شوي بصل المكرونه فيلي دو بولي اوني مانسي اه باهي والمكرونه في العاده نحط فيها البصل نحب نحط فيها البصل ابار الثوم نحسه يعطي جو كهو شايف تو نجمو نحطوا المكرونه البصل في المكرونه بون كي تبدا حاجه صفوج تنجم تقصه اون بتي دي يبدا ما يظهرش احنا عركه يبدا فما شكون يحب بصل فما شكون يقول لك لا ما يجيش اما كي تقص جيد شويه يبدا تقص اون بتي دي دونك كي تسوتيه بالكدا في الزيت زيتونه وال 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 والبولي دونك ماشي يظهر البصل باه شنو باش تزيدنا توا؟ باش نحط زيت جديد هاي البنات ما نساوش عندنا وقت تحسكم ماخذين راحتكم شويه لازمنا نزربوا شويه خاطر راهو من الاول تبدا الحكايه سهله تبدا سهله ومن بعد تصعب ومن بعد كي نبداو نراو في الوقت وسيرتو يقعد لنا الدريساج وكل شيء وعندنا وقت نتاع كريسون زيدا اول حاجه الباهيه شايف في المنيو نتاعنا سكو ما فماش برشا حاجات لازم يتيبوا اباغ المقرونه والكراميل فوالا الباقي الكل لازم يعرفوا باش يبداو يبداو بالحاجه الصعيبه ومن بعد تاخذوا لهم حاجه سهله في الاخر اللي هي دريساج ولا تحضير السلاطه سيرتو باش نبدا نعمل ميزون بلاس نتاع السلاطه لو طون اللي تقلى شويه دجاج وسخنت سخن الماء تاع المكرونه باه دونك تو باش نتعداو شايف السلاد بيتراف فيتا اي روكيت روكيت هذه نحسها شايف سلايطه ملونه
صيطه ملونه وبلس خفيفه بيتراف. واليوم اخترنا باش نعملوا الصوص فينيغريت بالفينيغر دو غرناد، نعرفوا توا وقت نتاع الرومان والكل. دونك هذاك علاش تعطينا مانيش راف الرومان شيف. وين الرومان؟ عندنا الفينيغر دو غرناد. داكور اوكي. عندنا المايس، عندنا توماط سوريز، البيتراف، الالوان الكل. الالوان الكل، الالوان الكل اخترناهم، حتى الفينيغر زاد اخترناه دو غرناد. باه دونك كيما قاعدين نشوفوا ميسا كل وحده وباش بدات. دونك يا هي حل يا كل وحده وباش مغرومه، يا كل وحده وشين الحاجه اللي تحب ترتاح منها. حاجه ترتاح منها فما حلين، يا امينه مغرومه امينه تزرب فك الديسير تحب في زعما يظهر لي يظهر لي امينه مغرومه بالكوجينه تقول لك خلينا نرتاح نحي الديسير دو كوتي ونركز هكا ولا لا ناخذ تشد الكوجينه. وعليا ما نعرفش اسكو مغروم اكثر بالكوجينه ولا اكثر بالباتيسري؟ اكثر بالكوجينه. دونك بديت بالحاجه هذاك علاش بديت بالكوجينه. دونك هي بديت بالحاجه اللي تحبها، وامينه بديت بالحاجه اللي تحب ترتاح منها. صحيح ولا صحيح؟ خاطر لازمته يبرد الديسير. باهي الديسير مستانسه في الدار نعمل دي فيغينو باش تكمل لنا الكراميل ولا باش نحطوا لي فيغين؟ لي الكراميل باهي نحطها في اي جا شيف. اي جا شيف شوفوا امينه باش تقد لنا الكراميل ولا باش تراسينا بلاش ديسير ظهر فينا اليوم. ها دونك شو عملت امينه اول حاجه بالكراميل؟ عملت سكر ذوبته بعد كمش نحط عليها زبده ديليس. ها اوكي عملت من غير ميزان؟ من غير ميزان. باهي بالعين شايف ظهر فيها امينه. طم بعد واش اللي قول لي شنو هي الحكايات؟ احكي لي من بعد. قداش بتحط لنا زبده؟ ولا بالعين زيد؟ بالعين شيء بالعين. كل شيء بالعين. امشي كل شيء بالعين. لطول ذوب الزبده مش نحط الماء على المقرونه. اوكي دونك خلينا نشوفوا هنا الاحمر وغطسة عليا في الاحمر. يا عليا قصيت البتراف خشيني ظهر لي خشين عودت عودت جوات فيه شويه. دونك توا قاعده تحضر لنا في الميزون بلاس نتاع السلاطه. نتاع السلاطه اي. اوكي جينا نسمعوا في حس شيف من غاديك ال تاع الصوص تاع المقرونه. صوص المقرونه مازلت ماني راه في شاي، راه كان في دجاج. انا مزيل الدجاج ومن بعد نزيدوا الارتيشو حتى في ساعه. عليا راني جعت راه والوقت قاعد يجري على الاخر. هاي الشيف يجي قول لي انت موافقه على يعملوا فيه ولا بون؟ شويه 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 شويه. فما حاجات صحاح وفما حاجات بيان سور غالطين باش نقولوا عليهم الغالطين ولا زعما يصلحوا؟ نقولوا توا خاطر توا ما لازموش نقولوا سينو يصلحوا. قول لي انا شايف شنو الغالب. قول دونك هاكا ما تخش ما نعاونش فيكم. قول لي بشويه هاكا بون. امينه دونك عندها غلطه صغيره اللي عملتها هي نتاع الكراميل بورسالي، خاطر ما نجموش نبداو في دونك يلزمك انت تخدم وما تسمعنيش. ما تسمعنيش قلت لنا فك الكريم هذيك شنو هي هذيك الكريم لو شيف؟ كريم فريش. كريم سوبيريور ليكيد. ليكيد. ديليس. دونك زدت لنا زبده ديليس وتوا باش تكمل تزيد تحط الكريم ليكيد للكراميل. باهي دونك احنا ديما في الكراميل بيغ ساليك باش تجينا الكراميل بنينه الكل. دونك لازمنا بالميزان نعملوا 80 غرام سكر و لازمنا بالميزان شايف. نعملوا 80 غرام سكر نطيبوا السكر نتاعنا وبيان سور في دو يلزم نار هادي على الاخر ونحطوا عليها 40 غرام زبده نحركوهم بشويه بشويه ومن بعد نزيدوا 80 غرام كريم فريش. تو امين علاش ما عملتش بالميزان انت؟ تراه اقنعنا. نعم اما وانت تخدم راه ما تقولش ما يصدعك لي وقتي ولا حاجه. معناها شنو؟ يعني ميزاني ساعات حاجات نعملهم. جوني بنين راه. الفايده في البنة. اما شايف انا نعرف اللي في الكوجينه عينك ميزانك، اما في الباتيسخي لازم كل شيء ميزان. بالميزان. دونك كيف كيف امينه ديما نحاولوا ما نستعملوش المغرفه في الكراميل، سينو تيبس لك عندك سباتول اون بوا ولا عندك سباتول اخرى نجم تستعملهم. داكوغ نحيو المغرفه الحديد ديما كي نخدموا الكراميل ولا نطيبوا السكر ديما نحيو المغرفه الحديد. على خاطر تلصق شوي؟ تلصق. داكوغ. باهي كعاليا نحسها تخدم بالساكته. مركزة 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 ونسمع في الروسيت نتاع تسمع في الروسيت. تفسكي تفسكي حايل تفسكي تفسكي عالية. اي عالية وين وصلت؟ توا باش نحط الارتيشو. اي دينا برشا شايف مقرونة بالبولي ارتيشو. هذايا سي ايدي نعرفوا المنافع نتاع الجنرية زادة كيف كيف ووقته توا.
مسح لك اللي دايت هكا عندك اللي لايس ويتو وما شوف يتنحى شوف ما يتنحاش باش نحط المكرونه طيب توا دونك شتيخو تالياتيل نمرو 2 نتاع لي بيدور اوكي مازال عندنا شاف شويه وقت مازال عندنا برشا وقت برشا وقت المكرونه نحب ناكلها سخونه يا عليا راه انت تعرف ميسا لان راني ما سامحش في الكويسون تاع المكرونه شيف داني ما يسامحش في المكرونه الكويسون والبنه وسيختو انها تكون سخونه كي باش تحطها من توا يا عليا انا ما قلت شيء هكا بعد ما تقولش معاونتك شا هاش نزيد شويه زيد شويه يظهر لي خير دونك لو طون الدوب زبده و السكر على نار هادية ربي حنا نطلع هناك الكراميل على نار هادية شتراخة نطلو بتزيل بون الصعوبة اللي لقيتها في الديزير اني حطيت السكر سكر يتكرمل بعد لك قصيت عليه مشيت بديت نعمل في السلاطة لا قالت لك اخطاني مع الديزير هذا ماهوش جو يدور لي لا لا سافا دونك نحيو هذا بكوتي ونتعداو للفيلي دو بولي شهية الوقت قاعد يجري يا شيف الوقت قاعد يجري فات شي سلاطة مازالت باه دونك تحضر في السلاطة اي او ميم طون المقرونة الديسير خليه اخر حاجة خاطر ما يخلش برشا يجي زادت عندك صوص فينيغريت زادت كيف كيف نتاع السلاطة الكلنا في الغوج يظهر لي عليا غارت من الكولور نتاع التابلي نتاع امينه قالت لك انا باش نردها الدنيا الكل حمراء لي كلها حمراء باش نشوف البنه نتاع الصلاه حمراء راهو كانت تحب عليا ما يسالش شوف ما عليهم شايفك الالوان ديجا الاصفر والاحمر وتو باش نزيدوا عليهم الاخضر نتاع الغوكيت وزيت طماط سوغيز كيف كيف شنو باش تحضر لنا تو؟ فينيغريت دونك شنو باش تحط لهنا نحط موتارد دونك نحضروا صوص فينيغريت للسلطه نفوحوا بها السلايت الكل شايف هذايا سي اون باز دونك باش نحطوا الموتارد وهكاك تخدمنا سلطتنا فريشكا دونك اخر وقت اللي احنا باش ناكلوا فيه السلطه تبدا الصوص عندنا واحنا نفوحوا على مينوت اي عطينا الغوسيت كيفاش باش نحط فينيغريت ومن بعد موتارد موتارد ومن بعد زيت جديده ومن بعد شويه فينيغر فينيغر داكوغ هذا الفينيغر شيف دو غرونات دو غرونات ترانشم وباش باش تفوح سلاطتك سلاطه ولا سلاطه بيان سور صوص فينيغريت باش نعمل فيها سي لي بوافر سي لي بوافر باهي موافق 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 نجحت نجحت في الصوص فينيغريت يا مينا وينك يا مينا هاني وين وصلت الكراميل يا مينا هيا ذبت الزبدة باش نحط الكريم فريش دونك شنو عملت في الصوص تاع المقرونة بديت باش نقلي سكالوب باش نفوحو بشوية ملح لي دو بولي بلوتو باهي دونك باش حطت فلفلك ملح بلوتو شاف وفلفلك حتى في الشيف الطريقة نتاع تحضير المقرونة ما مشاوش كيف كيف ما مشاوش كيف كيف كل وحدة وشو عملت أي نزربوا نزربوا الوقت قاعد يجري ما تنساوش اللي فما دريساج وكيف كيف نظافة البلان دو ترافاي يا عليا كل الأحمر هذاك شنو جو ما نحبش الراه راه الأحمر هذاك سي اي باش تخليه لي احمر هكاك لا 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 فيه نوتر هذاك عندك اللي لا عندك الجافيل والديتيرجون اللي تستحق له الكل فيه نوت هذاك راهو علي اي بيان سور هذا يظهر لي الحصيله نتاع الشيف عطاكم البيتخاف باش تخدموا بها باش من بعد يحاسبكم ها عن ضافه وي صحيح شيف ولا وي تو فهمت تعرفوا اللي بيتخاف ديما مسخنا برشا الدنيا ما هما عندهم كل شيء باهي دونك باش نزيدوا توا الويل فيجيتال علاش زدت موتارد يا عليا؟ ظهر لي شويه وانا كمل قلت لها جيعانه شايف في اول الحلقه دونك تقول لك فك عليا من المشاكل حين صلاته كبير دونك باش نحط مقرونه في السمك باهي باهي
عليا انت ما حطيتش المقرونه مازلت مازلت كي عملت ميسا توب خونو كان في مخي باش نبدا بالمقرونه وهذاك هو اللي بديت به المقرونه وسلطه اون باراليل بي سيسي كان دونك هذيك الطماطم ديجا شايف مرحيه وبثو دينا في السوس من هنا موافق شايف موافقين انا خلينا نشوفوا دونك حطيت لنا ورقات الرانت والدجاج اللي ديجا الفيلي دو بولي وتوازن ما كملتش حكت الطماطم يا عالية ما يصير تاكل برشا مقرونه راه انا اللي ناكل برشا مقرونه كيف تحط لنا الحكه كامله اقرا حسابي انا وشايف وانتم معانا والاكيب اللي قدامك الكل اش قولك ايه ها باش تجينا صوص مسخة وتزيد سيرتو كان مقرونتك بنينه راه وانت تعرف روحك كان بنينه كثرنا منها باهي كثر لكم مالا تنساي شكل بلون دو ترافاي نتاعك اي بالطبيعه او مازلت في البيتراف باهي دونك حطيت توماس سوريز حطيت المايس قصيت البيتراف والبصل حضرت الصوص فينيغريت وتوا متردة ما بين نقص الروكيت ولا نخليه كيف ما هو ما تخممش يسر الوقت قاعد يجري قد ايه مازال لنا وقت ترى نشوفوا قدامنا قديش مازال لنا وقت مازال عندنا شويه وقت ايوه هلا توا سحقت لك توا سحقيته يتصلح ولا ما يتصلحش الفوت اللي خلنا عليها قبيله دونك احنا مرجيكي نعملوا في ساعه شايف عندنا دقيقه راح نعملوا يتصلح ولا ما يتصلحش تسيس روحك بشويه وتحرك يذوب تتصلح حطيت كريم فريش ولا مازلت؟ اي سي بون باهي سي بون دونك تقعد تتحرك بشويه بشويه حتى لين يذوب لك هذا سينو بعد تنحيها اما هذايا الفوت اللي خدتك عليه خويا خذ شنو حاجتك احنا على كل حال حاجتنا بين سولفيرين كان قصك البيتراف باهي عايش هاي عندنا دقيقه دونك تقول حطي فيها عندنا دقيقه برك اما هوني لك مشيت لحاجه سهله اللي هي كي خليت انا سحقيتني في حاجه اخرى خيلك هي على بالي اللي كلمتك على الكراميل كي لقات دقيقه مازالت تقول لك خلي ما نوسخش يدي يظهر لي بالاحمر او مش خمت هي ها هاكا ولا قسينا خفت على يديك البيت خاف فوالا سي بون فوالا وفات دقيقة يا شيف وفات دقيقة يا شيف أنا حبيت يخلي لي شوية وقت باش نمسح بلاصتي باش ما نخليهاش مسح ميسيل شو عندنا ليسويتو تاع ليلا بالنسبة للبوزوغ استعملته كيف الكراميل هكا تلمت وما حبش تحلي هي والزبدة ناديت الشيف الشيف هيلي قال لي خليها تزيد تذوب شوية قالت لي صب الكريم فخيش أمينة ما فهمتيش ضربة كراميل ضربة سلطة ضربة مقرونة كل شيء مع بعضه المفيد يحضروا هاي مسيلش هاي مسيلش المفيد يحضروا المفيد ناكلوا المفيد نتعشيو الليلة هكا ولا يا مين إن شاء الله انكها يا عالية سمعنا صوتك يا عالية ديما هكا أنت في الكوشينة دا ساكتة مركزة مركزة شنو البلا اللي تحضروا هكا بالقدي بالقدي و يبداو يستناو فيه هكا في الدار روز روز أزعر أي؟ روز أزعر سهل خاطر مالك شي عندها الفاسون نتاعها هكا السكخي نتاعها كيفاش تحضروا كمال حضرت سلطة؟ اي مالا تحضر لنا الدريساج خلي نحطوها في الفيجيدير وهكيكا حاجة ترتاح منها تزرب شوية عالية خاطر مازال لك الديسير اللي تنحى لي من مخي هو الديسير ما نسيتو جملة دونك بقى هو للاخر هو اللي تزربت فيه شنو السبيسياليتي نتاعكم في جيب هكا تنجم تحضر احنا حلوة لا مالحة بو احنا في المطوية نعمل كسكسي مقتر كسكسي محكك احكي لنا عليه شوية كيفاش بون هو ورق البسبيس بسبيس كسكسي بالبسبيس معناها كسكسي بالبسبيس ايه احنا نقولوا كسكسي مقتر معناه هو فيه كل بلاصه وشو نقول وشنو يسميه فما يقول بسبيس فما يقول كسكسي بالبسبيس فما يقول
فرفيشه فما كل واحد شنو يقول فرفوشه سي فري دونك طيب ولا ما طيبوش ولا تاكلوا برك ليه نطيب ليه ولا طيب فما المطبقة زادا شايفة المطبقة المطبقة ياسر بنينة البات فيها حكمة والوقت حرحيرة نتاع نتاع الفاخز زادا بنينة برشا اي اسمع انا كان بديت نحكي هكا معناها راني جعت اي يا جماعة اعطوني حاجة اعطيني حاجة يا علي احنا زادا راهو عندنا في الكيف سبيسياليتي اعطيني احكي لي شنو عندكم احنا عندنا البرزقي برزقين صحيح 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 احنا شنو هي البرزقين اللي تفرجوا فينا باكش فما شكون ما يعرفش البرزقين هو في البريود الاخرى ولت برشا عباد حتى في تونس يعملوه البرزقين خاطر بنين برشا هو مي سكري مي سالي نعملوه في بالعصيده هكا لا كسكسي بالحم العلوش طيب في الكليل الكنايف احنا نقولوا له طيب في الكليل بالماء اي 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 بالدقله والزبده والفيكيه زبيب زبيب بالدقله وفيكيا امينه اللي بالعصيده شنو اسمه اللي بالعصيده العصيده البيضه شايف اي شبه شنو هو البلا ذكرني نعملوا عصيده بيضه معناها نعملوها بالرب اللي هو الجو تاع التمر تاع التمر يطيبوه ليغمي ليه يطيبوا لي نوالي رب نعملوا فوق العصيده العربي في العرسات ولا مناسبات شهيونا شهيونا جميع والله شهيونا هذوما دي بلا شيف لازمنا في ماي البرزقين ديما خاطر قبل يقولوا لازمنا ناكلوه كان في ماي كيما كسكسي مايو نتاع الحمامات اي احنا كسكسي مايو نتاع الكيف اي اللي هو اسمه البرزقي البرزقي باهي ناكلوه بالبن والخس اللي تشو دونك بالبسلاطه لي تشوكا اخضر من غير ما يتفوح اسمع هذا لازم نهار تجي تحضر هنا شيء شهيونا احنا ما كعلت ما شفت ما تحضروش هنا احنا مساسين بطالين ومقرونه لازمنا حويجه هكا لازمنا نجيبوا بحذنا عاليه طيب لنا حاجه كيما هكا المره الجايه باهي تو خذينا عظمه اوميغا باش نزينوا بها المقرونه السلاطه دونك سلاتك بريسك حاضره مازلت لها العظمه وشنو مازل لها اخر كهو العظمه كهو انا ريت حاجات راني يا عاليه ريت حاجات في البندق فوالا اي به في الوقت ولا مانيش في الوقت شايف فوتنا شطار الوقت اي شعملنا فيك صوص كراميل اي سيبو نحيتها خليها تبرد شويه وصوص بتاع المخرونه قريب فوتنا شطار الوقت فيسا البنات فيسا 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 ما تنسوش اللي عندكم الدريساج ويا عليا مازال لك الكراميل ومازال لك الديسير بون سلطه حضرت خليها كوتين بعد نزينها كان تحب تكمل تحضرها توا وترتاح منها خير كان عندك وقت دكوغا يلزمكم تحاولوا تزبروا بالكدا بالكدا خاطر مازال لكم الدريساج مازال لكم المقرونه كل شيء بخيس مازال حاجه صغيره مشان فيها العظم عظمه كل شيء تلقاه كل شيء تخاف بحذاك شايف سي ما عادش تعيط له شايف انت توا مينا سي عندك هيك كسرونه شايف ما عادش يجي بحذاك تنجم طيب فيها العظم عاليه شو مش تغسل لنا غادي باش نحيي الاحمر نتاع البتراف عندك الحق باهي دونك حطيت لنا ليلا ديتيرجون ليلا زعما ينظف لنا ينظف اي ينظف ينظف هكا تنحى سي كاها برافو حتى انت زاد امينة نظف لنا البلان دو ترافاي وخلينا نتعدي ويظهر لي شيف المقرونة ما نعرفش كانك المقرونة حضرت ولا رد بالك الكويسون يا امينة راهو شيف ما يرحمش كويسون المقرونة أكثر حاجة قداش تاخذ وقت التقليات؟ مش برشا تقليات 6 مينوت 6 مينوت في العادة الماء يغلي حطوا شوية ملح في الماء ونطيبوا التقليات نتاعنا شوية ملح في الماء شوية ملح شوية ملح خاطر نعرفوا اللي عندنا شوية فخوماج باش نحطوه وبيان سور عندنا صوص وعندنا صوص زادة كيف كيف وعندنا الاختيشو كالعادة ميسا ديما دونك المقرونة كي نطيبوها ما نبردوهاش ديريكت من الواحد نحطوها من الماء سخون نحطها ديريكت في الصوص شنو الريحة؟ سافا قاعدة تشم شنو الريحة زعما؟ ها؟ موزوزة ولا مش موزوزة؟ لا مش موزوزة ماهيش موزوزة عليه؟
خاطر ما فماش باش باش نوصل. شوفي انا قلت لكم الكوجينه بتاع ملا شيف الكل على ذمتكم راه دور وشوفوا. هريسه هيك الهريسه موجوده. هريسه بتاع سيكام هيك بحذاكم. نعاون فيكم برشا راهو قاعده انا في بالكم ولا لا؟ يعطيك الصحة. كان بعد ما تعاون نعاونكم وما تواكلونيش ماكلة بينا نتغشش. فما الهريسة موجودة متاع سيكام تنجموا تستعملوها. شوية هريسة يعني مش كلمة الحراوة. دونك عندنا الهريسة متاع سيكام باش يزيدونا شوية هريسة. وقيت البنات يلزمكم تزربوا خاطر سيد فوتنا بريسك 30 مينوت ميسا ما خدناش برشا وقت تعدينا في الوقت اللي نورمالمون توا كل شيء بريسك حاضر وباش نخمو في الدريساج وكل شيء وقيت بالقدا بالقدا ايا من وين وصلت المقرونه الصلصه قاعده تسيب صوص شفت لها شويه هريسه سينا المقرونة والسلطة حضروا في وقتهم، قال أما اللي يزربني هو الديسير اللي كنت نسيته. باهي، دونك توا عليا باش تعدل الديسير. أي. أوكي. أي عطينا الغوسيت كيفاش؟ بسكوي سايدة. بسكوي سايدة باش نعملوا كونكاسي مش مرحي برشا. دونك باش تحط لنا ال أيوا. الكراماج نتاع ال كراماج نتاع الكراميل. نتاع الكراميل. احنا ديما نحاولوا في البسكوي نرحيو بسكوي سايده من غير ما نزيدوا الزبده، دونك ما فماش في الغوسيت ما فماش هي شيف سالتك على الكراميل مش على البسكوي. لا على البسكوي. على الكراميل. على الكراميل. على الكراميل. طيب بسكوي. على البسكوي. دونك كراميل ناخذوا 80 غرام سكر 80 غرام سكر عليهم نخليهم على الغاز وناخذوا 40 غرام زبده ومن بعد نحطوا 80 غرام كريم فريش ليكيد. اوكي نعم. سهله هيك 80 غرام سكر 80 غرام سكر 40 40 غرام زبده ولا هاي ال 40 غرام زبده حاضره السكر عندنا هذا شيء حاور السكر الاخر الاخر هذا ولا اوكي تاخذ 80 غرام سكر فيسع 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 تحط على الغاز لين يولي لك كراميل ومن بعد تحط الزبده ومن بعد خلط عليهم 80 غرام كريم فريش فهمت علاش قلت لك حضر له كل شيء باش كي يجي شيف مع البوزور يلقى كل شيء حاضر Voilà. في ساعة في ساعة دقيقة قريب توفى شيف وموا حضر لها لي زانغريديون باهي وانه اعطينا كسرونة اللي باش تعمل في ساعة شيف دقيقة دقيقة وفيت دقيقة وفيت دقيقة وفيت لازمكم ديما نقول لكم لازمكم تحضروا الشيف الماتريال الكل على خاطر دقيقة راهو في ساعة في ساعة ما توفى دونك كان باش يقعد هو يلوج على الطنجرة ولا على الميزان سيء شديت وموا في مخك شنو قالك ولا لا عالية سي بون خليها مركزة هاك عاونتك شوية عالية دونك عندك 80 غرام سكر وتكمل الباقي الكل باهي هاي ورينا كيفاش شديت انا شديت حاجة بركة شاف قال ما استعملوش مغرفة استعملوا سباتشول هاكم لي سباتشول بحذاك هاني عاونتك زاد انا ما غير بوزور استعملت البوزور في 10 مينوت الاخرانيين وقت اللي باش نحضر الكراميل خاطر ما بقاليش وقت لازم معايا شيف وزن لي هو لي زانغريديون عمل لي الكراماج وحط لي الكراميل السكر على الغاز هاي امينة كملت باش نجيب نحط شويه جبن اي باش تحط لنا فروماج ديليس رابي شنو هذا يا سافور كرويير دونك فروماج فوندو رابي سافور كرويير تاع ديليس الفرماج باش تخلطوا مع المقرونه معناها اي بعدك نحط بعد نحط شويه من بعد تحط شويه من فوق باه شايف ديما عندك افكار هايلين هذايا المقرونه هذه بالبولي والاختيشو صوص غوزي ظهر فيها بينا برشا وسهله غابيد و و سي اون فاسون كيف كيما نجم نعملوها صوص غوج كيما نجم نعملوها صوص بلونش الحاجه كيما نجم نعملوها كي نحطوا الاختيشو في المقرونه سي اون فاسون باش ناكلوا للصغار زاد الخضره اللي بتاتخ ما ياكلوهاش ما يحبوهاش دونك يتخلط مع المقرونه مع البولي يولي سي ان بلا اكيليبري فيه الخضره فيه الدجاج والمقرونه وكل شيء فروماج زاده هاي حط لي كعبيت الاختيشو هاي حتى انا باش نبين يعني انا القناريه صحابنا وياها برشا يا عليا وين وصلت؟ ماني رافي حتى شيء مازلت مانيش رافي حاجه حاضره 100% هاي رجلنا كالصحن مزيان
ومازال لك الدريساج نتاع المقرونه والدريساج نتاع السلطه كهاو جست السلطه المقرونه جست عامله فرماج غبي امينه مي احنا شيف نعطيوهم الوقت الكل معناها مش على خاطر فما شكون كمل بكري معناها يكون احسن لي علي زعما تزر بشويه خاطر بالحق ماش عندك برشا وقت للديسير مازالوا لك 10 مينوت بالضبط يلزمك تزر بالقدا بالقدا عليا تقلب وتشقلب في 12 وما فهمت حتى شيء يا عليا المعون المعون ما فهمتوش كبير كبير احنا مسنسين بالكبير نطيب وراه بون تبني مقرونة حاضرة المقرونة حاضرة شنو اخر عندنا حاضر الديسير نتاعك زاد كيف كيف خليوه من بعد تنخرجوه يبرد خليوه يزيد يبرد شوية سلاطتك مازالت لها يظهر لي العظمة العظمة اوكي أمينة تهنيت عليها سي بون باش نقفطها باش نشد راس عالية يلا يا عالية فيسع 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 أمينة ما تنساش العظمة نتاعك لهنايا اي اي الفيغين حبيت نعملها مش كيف ما اللي عملتها خاطر تزربني الوقت أما تلازيت في الآخر باش نعملها بزربة ما كانتليش اللي في مخي في مخي حاجة أخرى ما خلطنيش الوقت ما عاش عندكم برشا وقت راهو فيسع 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 يا عالية قريب باش نبدا نحسب قريب باش نبدا نحسب أعطيني البلان تاع المقرونة ما تنسيش الفخوماج زيدا كيف كيف لختي شو البولي ما تنسيهوش جيب الفخوماج عالية اي دونك عنا الفخوماج ديليس غابي سافور غرويير باش نزيدوه فوق المقرونة اي شوفوا اللي امينه بخيس كملت كل شيء مازالت لها العظم ومازال لها البينيون فوق السلطه ونراو في عاليه مازالت ما كملتش الديسير مازال لك اقل من 3 دقائق دونك يلزمك تزرب دونك حطينا كوش شيف نتاع بنان كوش نتاع كراميل بسكوي خليتونا شويه هكا كونكاسي ما حطوش برشا وتوا خدمنا الكريم اللي هي اباز دو فرماج تارتي فري وسكر محاور وتوا جوست مازال لها كان المونتاج فوالا هيا يا عاليه فيسا 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 هيا باش نبدا نحسب بعد نعس على الوقت انا يا شيف مازالت دقيقه برك بالضبط مازالت دقيقه برك ومانيش راه في حتى شيء فوق الطاوله ابار المقرونه
يظهر لي وقايد باش تجيب العظمه نتاعك وتعطيني هكا الديسير يعني. هاي سي بون الديسير مريقل. اكسبيريونس حلوه برشا تخليك تعرف قيمه الوقت سورتو اللي احنا في دارنا بدو ماخذين راحتنا باش نطيبوا الفطور والديسير. لازمك ساعه وهي ساعه تكفي، اما لازم واحد يبدا يزرب شوي. هاي يا شيف 5 4 3 2 1 حطوا لي العظمه. ستوب 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 ستوب. هذه قصتها على اثنين. ستوب. دونك عندنا عظمه ناقصه شويه تيب. ناقصه شويه تيب. شويه 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 ما ميسالش. ناقصه شويه تيب. ترى نشوف شعطات هوني العظمه. شيف برافو ليهم الزوز. اما الحاجه اللي نلاحظها هوني سي هوني عندنا بلان دو ترافاي. نضيف؟ نضيف وهوني داخل بعض. عاليه جو كبير، لا تفهم عظم، لا تفهم بنان، لا تفهم سكر. سكر. لا تفهم حتى شيء. ريسه ريسه كل شيء كل شيء كل شيء مش مشكل. احنا نمشيو توا بوب ونرجعوا توت سويت نخليو عاليه تنظف لنا البلان دو ترافاي نتاعها ومن بعديك نرجعوا للديجوستاسيون مع بعضنا.